اهم حاجه في الحصان الاماره، بنعلم اي حصان العيل الصغير يركبه. الشغلانه ديت واخدها ابا عن جد، يعني من وانا عندي 7 سنين كده كان والدي شغال في الشغلانه ومتعلم في شغلانه الخيل ديت من وانا عندي 7 سنين بالظبط، وممارس بقى لحد دلوقتي، والحمد لله معلمين خيل لناس كتير، وفي كل الحفلات بتلاقيني، وعندي ولادي برضه انا بعلمهم من دلوقتي كده زي ما انا ابويا علمني. طبعا كل الخيل مش زي بعضها، زي ولادك ما هم ازاي بعضهم، في حصان كويس بيفهم على طول دوت ما بياخدش وقت معانا، في حصان بيتعبنا شويه عبال ما يتعلم بيبقى مخ ده مش زي مخ ده، والحصان العربي بالذات لازم تبقى براحتك عليه ويشرب المهنه تمام التمام يعني علشان اخلاقه ضيقه مش زي الحصان البلدي. فكل الخيل دي ده غير ده غير ده، كل بهيم لكل حصان له اسلوب تاني. في حصان بيبقى جسمه حلو في السنتين نركبه، بيبقى ضعيف شويه نسيبه لما يتم 3 سنين، ده مظبوط لركوب الحصان. الاستاذ احمد السقا كنا في حفله في الهرم بتاعه مولد الحسين، هو كان عنده حصان بلدي اسود، فهو كان داخل بيه نفسه فعجبه حصان معانا فتعرف علينا في الحفله وجيت اتفرج على الحصان واشتراه اسود برضه. عندك الاستاذ حسام فارس كان جاي لواحد صاحبي هنا من عندنا، فجت سيره الخيل ومش الخيل فجابه وجالي، فراجل محترم جه قمنا معاه بالواجب برضه وركبت حصان من عندي، فكل ما يجي شبيني يجي يركب خيل عندي عشان اعلمه اللعب وازاي يعلم من الحصان اللعب، يعرف يلعب حصان يحرك حصان، وبقى كويس ومية مية دلوقتي بيلعب الحصان لوحده. عندك اما اجي اعلم مثلا واحد عاوز يعلم ابنه ركوب الحصان لازم ابنه مثلا يجي يعيش في وسط الخيل شويه عشان ياخد على الخيل وكده، ويبقى قلبه جامد من هو راكب، بيبقى قلبه حديد، طالما قلبه جامد يعرف يركب الحصان يمشيه شمال ويمين ويزق ويقعد الحصان تاني، وواحده واحده لما نلعبه نعرفه يلعب الحصان ازاي. يعني المفروض السن بتاعه يبقى 10 سنين عشان يقدر يتعامل مع الحصان، يقدر يشد الحصان يقعده يمسكه زي الناس، يعرف يمشيه شمال يمين، يكون الواد معتمد عليه. وطالما العيل حابب الخيل بيتعلم بسرعه، اهم حاجه اللي هو يكون حابب يركب خيل، دي حاجه بتشجعنا احنا اللي يتعلم بسرعه وبتشجع الطفل.